يعني برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي، الصراحة الحلو فيه إنه بيمشي حسب رؤية وتوجهات المجلس المشترك. فلما صرت رئيس المجلس الخدمات يعني بنطلب الاحتياج اللي إحنا بنلمسه مع المجتمع المحلي، وفعلا بيتم تنفيذه بخيار منا إحنا وليس بتعليمات من الشريك أو الممول، لأنه يعني الثقة موجودة بين الطرفين أول شيء، لأنه يعني أنا برئاستي للمجلس والبلدية أنا حريص على إني أطور هالبلد قدر الإمكان، فمشان هيك كان توجيه المشاريع حسب رؤيتنا وحسب احتياجنا للمجتمع المحلي بشكل كبير. تم عمل مشاريع بنية تحتية كشبكة مياه، طرق رابطة بين القرى، هاي سهلت كتير علينا الطرق الرابطة، ربطة القرى ببعضها. في عنا كمان مشاريع كهرباء، مثل عملنا إنارة داخلية لجوا البلد، إنارة للطرق الرابطة اللي بين القرى الرابطة اللي معنا، اللي هي ضمن حدود مجلس الخدمات المشترك بتلقيها خربثة المصباح، وكذلك الأمر عبيت سيرة. برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي ساعدنا بتوفير معدات لتسهيل عملنا في البلد، مثلاً وفرنا باجر، هاي الباجر ساعدتنا كتير منيح لصيانة الشبكة. في كمان سيارة نفايات تم توفيرها للبلد، هاي ساعدتنا على جمع النفايات في البلد كتير منيح. فعلاً صار في عنا خدمات اجتماعية عم بنقدمها للناس، هاي بلشنا إحنا جديد فيها، يعني بلشنا نلمس الرضا اللي من الناس عليها. فمثلاً قدرنا نعمل مركز لتأهيل ذوي الإعاقة، هذا هون في البلد ما كان في حدا بيقدر إنه ياخذ ابنه المعاق ياخذه على الله عشان يقدر يعالجه، وفرنا مركز ولو هو بسيط بمعداته، ومع ذلك بيقدر إنه مبدئياً نقدر نشغله ويخدم الناس هدلول. بالفترة هاي تم إعداد مشروع تسوية الأراضي بيت لقيا وخربثة المصباح، وتقريبا هو في المراحل النهائية. فبالتالي شفنا من المناسب ومن الضروري اللي هي إعادة طرح مشروع المخطط الهيكلي بعمل تحديث، وبنفس الوقت توسعة مساحة التخطيط بحيث أنها تشمل بعض مناطق سي بحكم احتياج البلد، يعني لأن البلد توسعت وفيها كثافة سكانية عالية وفيها اكتظاظ كبير في المباني. فالمخطط الهيكلي هو رح يوسع هاي المساحة يعني إن شاء الله، بالإضافة رح ينظم بشكل أفضل مشروع يعني شبكة الطرق الحالية، ورح يوضح كمان استخدامات الأراضي بشكل أكثر، وبسن قوانين طبعا، بالإضافة لقوانين تحكم عملية البناء والتطوير بهاي المناطق. حالياً عنا الناس عندها رضا كتير كبير عن المجلس، مثلاً خدمة النفايات عنا دائماً متوفرة، في رضا كتير كبير عن خدمة النفايات. خدمة المياه كمان كشبكة صار في عنا، قبل كانت الشبكة قديمة جداً مهترئة، كانت هي تسبب عبء للبلد، كان دائماً في عنا قطع مياه بالبلد، لأنه إذا صار في عنا أي خلل بالشبكة نضطر نقطع عن كل البلد. حالياً لا، في عنا توزيع للحارات للبلد، هذا الشيء أدى لأنه في رضا من الناس على هذا الوضع. إحنا بهاي اللحظة من هون بنحب ننطلق ونصير نقدر إنه نجمع القرى اللي حوالينا، نقدر نخدمهم بخدماتنا بمعداتنا بكل طاقتنا، نجمع التجمعات اللي حوالينا ينضموا لإلنا ونقدر إنه نقدم الخدمة بشكل أفضل لإلهم.